السلام عليكم، معكم خالد سموني قناة سموكو. حلقة اليوم بخصوص الربح من الانترنت، وهذا الفيديو سوف يكون بخصوص مواقع اختصار الروابط، بحيث اننا في فيديو اليوم سوف نتحدث عن موقع جديد يمكن ان تقوم باستخدامه في اختصار روابطك والربح من خلاله، خصوصا انه يقوم بتقديم عروض جيدة خصوصا لاصحاب القنوات على اليوتيوب، يمكن لك ان تقوم باستفادة منه، او حتى بالنسبة اذا لم يكن لديك قناة على اليوتيوب يمكن كذلك ان تقوم باستفادة من الاسعار التي يقوم بتقديمها، وهي اسعار كبيرة خصوصا في الدول العربية. سنقوم بمشاهدة الموقع وسنقوم بمشاهدة مميزات هذا الموقع من خلال مشاهدتك لهذا الفيديو، لا تذهب بعيدا، ابقى معنا. عودة لكم مرة أخرى في المواقع الربحية، وفي حلقة اليوم سوف نقوم بتقديم لكم موقع كاتأرب، هذا الموقع الذي من خلاله يمكن لك أن تقوم بالربح عن طريق اختصارات الروابط. كما سبق أن تحدثنا، هناك الكثير من المواقع التي تقوم بإعطائك يعني خدمة يعني اختصار رابطك وتربح من خلال هذه الخدمة. فمن بين هذه المواقع هي موقع يعني كاتأرب، يعني سنقوم بالتحدث عنه اليوم وسوف نقوم بشرحه في هذا الفيديو. الموقع يقبل البيبال، يقبل البيزا، يقبل سكوير، يقبل ويب موني، يقبل بيتكوين وبنك ترانسفير. يعني يمكن لك أن تقوم بسحب أموالك عن طريق البيبال أو حتى البيزا، سكوير، الويب موني، بيتكوين، وحتى عن طريق التحويل البنكي. جيد، فسنقوم بالصعود الى الاعلى وسوف نقوم بالضغط على سنة في هذا المكان حتى نقوم بالتسجيل في الموقع. هنا سنقوم بتخطي كود الكابتشا كأول شيء على هذا الشكل، ثم نضغط على سويبون. اوكي اوكي، الان سوف يتم عمل فاليد، وهنا ساقوم بكتابه اليوزر نيم، وهنا ساقوم بكتابه الايميل، وهنا سوف اقوم بكتابه الباسورد، وهنا سوف اقوم باعاده كتابه الباسورد. اوكي، بعد ذلك سوف اقوم اوكي سأقوم بكتابه هنا الباسورد، يعني اظن انني اخطات فيه. جيد، بعد ذلك سوف اقوم بالضغط على ريجستر في هذا المكان حتى اقوم بالتسجيل في الموقع. بالطبع هنا يعطيني ان اقوم بكتابه اليوزر نيم الذي قمت بالتسجيل فيه، وهنا اقوم بكتابه الباسورد الذي قمت بكتابته. ساقوم هنا بكتابه الباسورد، وهنا سوف اقوم بكتابه اليوزر نيم، وهنا ساضغط على سينين في هذا المكان. الموقع لا يحتاج منك الى ان تقوم بتفعيل حسابك في الجيميل او في ايميلك. بالطبع هنا اعلانات خاصة بالموقع، يقول لك هنا في بداية نرحب بكل عضو في الموقع، وهنا نقوم بارسال يعني الدفعة يعني خلال 4 ايام، فهذه بالطبع من مميزات الموقع. والموقع كذلك يقوم باهدائك يعني على السحب، يعني نفترض انك قمت بوصول الى الحد الادنى وقمت بالسحب من الموقع، فانك ستحصل على هدية من الموقع، والهدية تكون من 1 دولار الى 25 دولار. فيمكن نفترض انك قمت بسحب مثلا 10 دولار، فستحصل على هدية، يعني قد تحصل على 11 دولار، قد تحصل الى على 20 دولار، على حسب الهدية التي سوف تقوم بالتحصل عليها. ودعم الموقع، يعني في حال كنت تتواصل مع الموقع فالدعم هو يعني دعم حي، يعني 24 ساعة لمدة 7 ايام. بالنسبة كذلك للموقع فهو يدفع يعني خلال مدة 4 ايام كحد اقصى، سوف تحصل على اموالك. كذلك يعني من اهم مميزات الموقع هو انه CPM فيه مرتفع، سنقوم بمشاهدته من خلال رجوعنا الى الموقع. CPM بالطبع هو مرتفع بالنسبة للدول العربية، هنا payout rate في هذا المكان. ستشاهد معي على ان الولايات المتحدة على كل 1000 مشاهدة ستحصل على 12 دولار، على المملكة المتحدة وهنا ستحصل على 11 دولار على كل 1000 بالنسبة للديسكتوب. بالطبع بالنسبة للتابلت او حتى الموبايل فستحصل على 10 دولار. نفترض انني سأذهب الى الدول العربية، المغرب، الجزائر، مصر، السعودية والى غير ذلك. المغرب 7.50 دولار، مصر 7.50 دولار، السعودية 7.50 دولار، الجزائر يعني 7 دولار، ومصر تحدثنا عنها يعني تونس 6 دولار، وهناك كثير من الدول العربية. جيد، سنقوم بالرجوع الى لوحة التحكم الخاصة بنا. اوكي، هذه لوحة التحكم. فطريقة الربح من خلال هذا الموقع، سنقوم بالدخول الى الداشبورد.
بعد أن تقوم بالتسجيل بالطبع يعني في الموقع، سوف تذهب إلى أي موقع. أوكي، لنفترض أنني أريد أن أقوم باختصار هذا الرابط مثلا، أريد اختصاره، سوف أقوم بالذهاب إلى نيو شورتن لينك في هذا المكان حتى أقوم بالدخول إلى الموقع، وسأقوم هنا بالضغط على كوري أو لصق، أوكي، على هذا الشكل، ثم أضغط على شورتن. أظن أنه يعني هنا يقول لك أنا هذا الدومين لا يمكن لي أن أقوم باختصاره لأنه أصلا هو الدومين المسجل في الموقع. لهذا سأحاول أن أقوم بالدخول إلى مثلا، أوكي، سأذهب مثلا إلى جوجل. أوكي، لنفترض أن لدي هذا الرابط أريد أن أقوم باختصاره، سأذهب إلى هنا، سأقوم بوضعه في هذا المكان، سأقوم بالضغط على شورتن وسيأتيني هذا الرابط، سأقوم بلصقه من خلال هذه الأيقونة، ثم سأقوم بلصقه في هذه المكان حتى نقوم بمشاهدة الإعلانات كيف تظهر. أوكي، هنا سأنتظر قليلا. أوكي، سيتم يعني عمل تخطي الكود الكابتشا، وبعد ذلك سأضغط على كليك هات تو كونتينيو. جيد، فسأنتظر قليلا. يعني هنا يقول لك your link is almost يعني already. اوكي، هنا سأنتظر قليلا يعني حتى يصبح يعني 0%، حتى تظهر معي هنا يعني كلمة get link حتى اقوم بالدخول اليها. اوكي، هنا يقول get link في هذا المكان، وسأقوم بالضغط عليها، وستشاهد معي على انه تم الدخول الى الموقع او الرابط الذي قمت باختصاره بنجاح. هنا يعطيك يعني الستاتيستيك، يعطيك يعني المانجر لانك، يعطيك الويدر، ويعطيك تشوز، يعطيك الريفر، يعطيك الانفويس، ويعطيك السيتينغز، وحتى السيبور. هناك جميع المعلومات التي ستحتاجها سوف تجدها في هذا المكان. لنفترض انني سأذهب الى الويدر في هذا المكان حتى اقوم بمشاهدة المبلغ الذي تحصلت عليه. فيعطيك هنا على ان هذه العملية التي قمت بها الان تحصلت على 0.0075، يعني لو تحصلت يعني مثلا على 1000 مشاهدة من نفس الطريقة فإنني سأحصل على 7.5 دولار، وحينها يمكن لي أن أقوم بسحب أموالي. بالطبع يعني السحب في الموقع أوكي سيصير يعني يبدأ يعني من خلال على حسب يعني طريقة الدفع التي ستقوم بها. فهنا يعني سأنزل قليلا حتى نتحدث عن طريقة الدفع. هنا بالنسبة للبايبال يعطيك يعني 5 دولار كحد أدنى، بالنسبة للبيرفكت موني 5 دولار كحد أدنى، بالنسبة للباير 5 دولار كحد أدنى، وبالنسبة للويسترن يونيون 100 دولار كحد أدنى. أوكي، هنا تقوم باختيار طريقة الدفع التي تريد أن تقوم بالعمل بها. لنفترض أنك تريد الحصول أو نفترض أنك تريد سحب أموالك عن طريق البيبال، تختار هنا البيبال، تقوم بكتابة إيميلك على البيبال في هذا المكان. بالنسبة لويسترن يونيون تختار هنا الويسترن يونيون، تقوم بكتابة معلوماتك الشخصية يعني بالنسبة لويسترن يونيون، تقوم بكتابتها ثم تضغط على سبمايت في هذا المكان حتى يعني تنتظر يعني وصولك إلى الحد الأدنى، وتقوم بسحب من خلال الذهاب إلى ودرو في هذا المكان، وتضغط على ودرو في هذا المكان. بالطبع بعد أن تحصل على يعني الحد الأدنى. بالنسبة للرفل في الموقع، الموقع يعطيك يعني 25% كما تشاهد معي الآن، في نسبة للرفلة يعطيك 25%. الانفويس يعني في حال كان لديك يعني أي مشكل، في حال كنت تريد أن تقوم بالتواصل مع الموقع، ستفتح يعني انفويس وتقوم بمتابعتها من خلال هذا المكان. السيتينغز ويمكن من خلالها أن تقوم ب يعني وضع يعني إعداداتك الشخصية، تقوم بوضعها في هذا المكان. وهنا بالنسبة للمانجر لانك تقوم بالدخول إليها وتقوم بالضغط على All Links حتى تشاهد جميع الروابط وكذلك الإحصائيات. من خلال ضغطك على الإحصائيات تشاهد يعني إحصائيات الضغط على الرابط وكذلك البلدان وأشياء أخرى من خلال هذه الستاتيستيك التي ستشاهدها هنا. فتقريبا هذا هو كل شيء في هذا الموقع، يعني موقع رائع جدا بالنسبة للأسعار التي يقوم بتقديمها وكذلك الفكرة التي يعمل بها، يعني بخصوص هدية يعني الهدايا التي يقوم بتقديمها بمجرد سحبك من الموقع. هنا كذلك يعني من بين أهم الأخبار التي يقوم بتقديمها، هنا يقول لك على أنه يعني في حال كانت لديك قناة على اليوتيوب تتعدى مشتركيها 1000 تستطيع مواصلتنا عبر الإيميل التالي. إذا كان يريد يعني إذا كنت تريد عمل يعني فيديو إعلاني لموقعنا، يعني تقوم بمواصلتهم عن طريق هذا الإيميل الذي شاهدوا معي هنا، وتقوم بمواصلتهم بخصوص وضع إعلان
لموقعهم في قناتك على اليوتيوب، في حتى لديك يعني اكثر من 1000 سبسكرايب بالطبع. فتقريبا وصلنا الى نهايه الفيديو، اتمنى يكون هذا الفيديو قد نال اعجابك، واتمنى ان تكون قد استفدت معنا في هذه الحلقه. في حال لديك اي استفسار حاول ان تقوم بوضعه يعني في تعليق، وان شاء الله سوف اقوم باجابته عنه. كان معك خيسمو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.